البداية بالشأن الوطني، قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن أكثر من 23 ألف معلم ومعلمة سيقع خصم أجورهم عكس ما صرحت به وزارة التربية. الطبوبي شدد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم السبت على أن الهيئة الإدارية وهيكل الاتحاد يرفضون رفضا قطعيا سياسة تشويع المعلمين والمعلمات، وأن هيكل الاتحاد ستكون بكل جهد إلى جانبهم بكل الآليات القانونية والنضالية. في موضوع آخر، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن مجلس الهيئة كشف مؤامرة كانت ستستهدف تفجير الهيئة من الداخل وتورط فيها محسوبون على أطراف سياسية. أبو عسكر أفاد في ذات التصريح بأن الهيئة رفعت دعاوى قضائية ضد تلك الأطراف التي قال أنها ربطت علاقة مع أشخاص داخل الهيئة. وفي أخبار العالم، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن الاقتناع بأن الاتفاق مع تونس يعد بمثابة فرصة لشبابها. وفي كلمته خلال ندوة استراتيجية جديدة لحوض المتوسط، قال انتهينا من إعداد صفقة شاملة سيتم توقيعها مع تونس يوم الأحد القادم على أعلى مستوى سياسي بالبلاد. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم سيبار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.